في الاول اعدادي. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنحل النهارده مراجعه ان شاء الله من كراسة المعاصر صفحه 100، مراجعه على الهندسه. السؤال الاول: مكمله الزاويه التي قياسها 40 درجه هي زاويه قياسها كام؟ المكمله يا اولاد يعني بطرح من 180، يعني هطرح من 180، لكن لما اطرح من 90 هيديني المتممه. يبقى المكملتين الزاويتين المتكاملتين زاويتين مجموع قياسيهما 180 درجه، يعني اقول له 180 ناقص 40 هيديني 140 درجه. تمام. إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين، ها بيكونوا إيه؟ متطابقتين، يعني متساويتين في القياس. إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين، عندي مستقيمين بيوازوهم وفي مستقيم قطعهم، فاكرين خدناها المرة اللي فاتت اللي هو حرف الزد، وضع تبادل يعني. كل زاويتين متبادلتين متطابقتين. طب إذا كانت القطعة المستقيمة س ص تطابق القطعة المستقيمة د هاء، فإن س ص نقط د هاء أعمل علامة إيه؟ تساوي. شطار، يبقى انا هعمل علامة تساوي. مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة. مربع طول ضلعه 4 سم تكون مساحته 4 في 4 بكام؟ 16، يبقى مساحة مربع طول الضلع في نفسه. يتطابق المثلثان إذا تطابقا كل، ها كل إيه؟ ضلع من أحدهما مع نظيره في إيه؟ في الآخر، من أحدهما مع نظيره من الآخر. طبعا دي يا أولاد الحالة الثالثة، عارفين طبعا الثلاث حالات. الحالة الأولى: بيتطابق المثلثين إذا تطابق ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر، تبقى ضلعين وزاوية. والحالة الثانية: بتبقى زاويتين وضلع مرسوم بينهما في أحد المثلثين مع نظيره في المثلث الآخر. الحالة الثالثة بتبقى كل ضلع اللي هي معانا دي. الحالة الرابعة تبقى خاصة بالمثلث القائم الزاوية، بتبقى وتر وأحد ضلعي قائمة. تمام. قياس الزاوية المستقيمة بيساوي كام درجة؟ مستقيمة 180، والزاوية القائمة 90، والزاوية الصفرية صفر درجة. تمام. الزاوية المنفرجة قياسها بيكون أكبر من 90 وأقل من 180، والزاوية الحادة قياسها أكبر من صفر وأقل من 90. طيب إذا كان المثلث أ ب ج فيه قياس زاوية أ زائد قياس زاوية ب 100 درجة، فإن زاوية ج تبقى بكام؟ أنا عندي مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 180 درجة، صح؟ فأنت عندك زاويتين جمعهم ب 100، يبقى الزاوية الناقصة 80 درجة، يبقى أنا هقول 180 ناقص 100 يديني 80 درجة. إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان هذان المستقيمان متوازيان، دي كانت في الواجب. إذا وازى مستقيمان مستقيما ثالثا كان المستقيمان إيه؟ متوازيان. طيب محيط المثلث الذي أطول أضلاعه 3 سنتيمتر و 4 سنتيمتر و 5 سنتيمتر، هنجمعهم مع بعض، يبقى 3 و 4 7 و 5، لا 3 و 4 7، 7 زائد 5 بكام؟ 12 12 سنتيمتر. فهمتوا؟ طيب إذا كان المثلث أ ب ج يطابق المثلث د ه واو، فإن ج أ بتساوي نقط ج أ زي مين؟ واو د. ممتاز، ممتاز جدا، واو د. يبقى احنا عملناها أهو، وعايز ج أ يبقى إيه؟ واو د. يلا يا حبايبي، الزاوية التي قياسها 70 درجة تكمل زاوية قياسها نقط 110 درجة. تمام. 180 ناقص 70 بكام؟ 110. المثلث س ص ع يطابق المثلث ل م ن، وكان قياس زاوية س ب 40 درجة وزاوية ع ب 60 درجة، فإن قياس زاوية ن، ن زي مين؟ زي ص، فإحنا لا، ن زي مين؟ زي ع، يعني 60 درجة. شفت المسألة؟ كل حافظ يوم جامع وطارح 180، لا هو هنا عامل فخ، قال لك أنا عايز بقى مين يا حبيبي؟ عايز ن. طب ما ن زي مين؟ زي ع ب 60، ها؟ ما تتلخبطش، هو حاطط فخ في المسألة دي. أيوه أيوه، خلاص كده؟ يعني ما نعتمدش الامتحان هيجي زي ما احنا متعودين، لا، في مسائل بتبقى مختلفه. تمام يا اولاد. طيب السؤال اللي بعده: اذا كان الشعاع ا د بينصف زاويه ب ا ج وقياس زاويه ب ا د ب 40 درجه، فان قياس زاويه ب ا ج. بص يا حبايبي، منصف الزاويه هو عباره عن شعاع بيقسم الزاويه لزاويتين متساويتين في القياس، ده المنصف اهو. تمام. طيب هو بيقول لي ان ا د ده بينصف زاويه ب ا د، قال الزاويه بتاعتك اسمها ب ا د، يبقى لما تيجي تحل المساله دي ضروري ترسمها. ب ا د هي الزاويه، وعندك المنصف اسمه ا ايه؟ ا د. ثواني كده، الزاويه اللي عندك كان اسمها ايه؟ ب ا ج اهو. تاني كده، الشعاع ا د، ادي ا د يا استاذ، شايفينه؟ ده ا د بينصف زاويه ايه؟ ب ا ج. وبيقول ان زاويه ب ا د دي ب 40، الزاويه ده ب 40، ب 40 هي جوه الصغيره ده، شايفينها؟ شايفين الزاويه الصغيره اللي جوه دي؟ دي بكام؟ ب 40، واضحه كده يا اولاد؟ طب انا عايز زاويه ايه يا مستر؟ عايز زاويه ب ا ج، الزاويه دي كلها
80. تبقى 80 درجة. قولها تاني يا بنتي. تمام ركزي معايا. خلاص قولها تاني. هو قال ان زاوية ب ألف دال بكام؟ ها؟ 40 درجة. الزاوية اللي جوه ده ها 40، شايفها يا بنتي الزاوية ده ها؟ 40. هو عايز زاوية ب ألف جيم كلها. يبقى هجمع 40 و40 يعطيني كام؟ 80 درجة، لأن منصف الزاوية عبارة عن شعاع بيقسم الزاوية لزاويتين متطابقتين، ماشي؟ في الشكل المقابل عايز قيمة سين يا مستر، قال إن زاوية أ ب 100 درجة وزاوية ج ب 40 درجة وأنا عايز أجيب سين. وب أ يوازي. آه زاوية أ ب 100. يبقى زاوية ج بكام كلها؟ 80. 80 كلها. لأن دول زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين، فاكرين يا أولاد؟ ها اذا قطع مستقيم الحل يعني نقسم 80 على 4 عشان نطلع س، صح؟ يبقى اذا قطع مستقيم هتبقى 20. اذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فان كل زاويتين داخلتين وفي جهه واحده من القاطع متكاملتين، يبقى الزاويه الناقصه اقول 80 على 4 فيها 20، نكتب هنا 20 درجه. فهمتوا؟ طيب زاويتان متتمتان النسبه بينهما 2 الى 3 فان القياس اصغرهما هنعمل 2 الى 3 الى المجموع. شاطره. ومجموعهم كام؟ 5. 5. يبقى احنا هنفرض يا ملك، هنفرض يا بنتي يا صبا، الاولى تبقى ايه؟ الزاويه الاولى 2 س والزاويه الثانيه كام؟ 3 س. هنحلها بقى بطريقه اولى اعدادي. ماشي. انت لما يجي لك نسبه بين زاويه وزاويه بتفرضي ان قياس الاولى دي ها 2 س والقياس الثانيه 3 س. طيب ايه العلاقه بين الزاويتين المتتمتين؟ مجموعهم كام؟ 90 درجة. 90 درجة متتمتين 90 درجة. خلاص يبقى لو جمعتهم يا اولاد اقول له 2 س زائد 3 س هيديني كام؟ 90. 2 س ركز استعجلوش. مجموع 5 س، انت عايزه تكملي يعني؟ ها ماشي يلا. 5 س بيساوي 90. ها يبقى يعني السين بكام؟ 90 على 5 فيها 18. يبقى السين بكام؟ 18. هو عايز الزاوية الصغيرة. طب الزاوية الصغيرة كانت كام؟ 18 في 2 س. شاطرة. يبقى 2 في 18 ب 6 وايه؟ و 30. يبقى الزاوية الصغيرة ب 36. طب لو عايز الزاوية الكبيرة 18 في 3. 18 في 3 تمام جدا. فهمتي؟ تمام. إذا كان المثلث س ص ع يطابق المثلث أ ب ج و أ ب ب 5 سم وص ع ب 8 ومحيط المثلث أ ب ج ب 23، طب هو عايز س ع، هي س ع دي زي مين؟ ألف جيم. طب ما انت عندك مثلث في ضلع بخمسة وضلع بثمانية والمجموع الأضلاع الثلاثة بثلاثة وعشرين، يبقى هتجمع هنجمعهم هننقصهم من ثلاثة وعشرين، يبقى خمسة وثمانية كام؟ خمسة وثمانية 13. نطرحهم من الثلاثة وعشرين 10، يدينا 10 سنتيمتر. فهمنا كده؟ دي كانت مراجعة سريعة على الدروس اللي خدناها في الهندسة.